بلش يا حبيبي. طبعا هذا السامسونج جالكسي اس 4 بالحلة الجديدة، سواء نقلة نوعية بالهواتف نقالة. هذا الفيديو رسمي من شركة سامسونج موبايل. طبعا هذا الهاتف الاول شيء راح نبلش به مميزاته الهاردوير اند ديزاين. طبعا الديزاين حق الجهاز، الجهاز يكون رفيع مقارب للايفون شكله يعني شوي، او مقارب للجالكسي اس 3. الشاشة كبيرة، والكفر محبب عشان لا يزدق من الايد، يعني تشوفه تتحكم فيه بقوة عشان لا يزدق. متوفر بلونين، اللون الابيض واللون الاسود، ويمكن بعد كم شهر ثلاثة اشهر يمكن تنزل الوان اضافية مثل جالكسي 3. طبعا البطارية ساعتها 2600 ملي. مثل ما قاعد تشوفون هذا الهاردوير حق الجهاز. الشاشة حجمها 5 بوصة، الشاشة طبعا فول اتش دي، هذا شيء طبيعي لان شركة سامسونج يعني هي متفوق على الشركات بهذه الشغلة. طبعا ندخل على الفيديو ونشغل الفيديو. طبعا قاعد تشوفون فول اتش دي سوبر المايد. طبعا قاعد تشوفون يعني الفيديو دقته مرة عالية، يعني شيء جميل مرة. الحين راح ندخل على جوجل عشان نشوف وش كتبوا عليه. كتبوا فول ريزوليوشن حق الكاميرا. مثل ما قاعد تشوفون هذه السكرين لوك، يعني الحلو فيها تقدر تغير الكتابة الموجودة او اللوجو الشعار، يعني حق الكاتبة يوميا تقدر تغير شيء يعني مثلا اللي عجبك. يعني هذه الشغلة شفتها حلوة، وراح تشوفون شيء جديد. الحين شوفوا مكان الأصبع قاعد تغير لونه، يعني صار مثل لون الشمس أو كذا، قاعد تشوفوه طريقة الفتح الشاشة. طبعا هذه الهوم سكرين الشاشة الأساسية. طبعا قاعد تشوفون خيارات كثيرة، خيار الطيران، تدوير الشاشة، الميوت، الواي فاي، جي بي اس، كثير شغلات. الكاميرا اكسبيرينس، طبعا الكاميرا 13 ميجا بكسل، كاميرا يعني مرة حلوة فول اتش دي. وضعوا بيها يعني مؤثرات جديدة وحلوة يعني ما وضعوها من قبل. طبعا هذه اول مؤثرات، في مؤثرات يعني مرة حلوة يعني وضع هذا الجهاز. طبعا اللي يشتري هذا الجهاز ما راح يخسر، يعني الجهاز يستحق هذه الفلوس $750. طبعا هذا هو المميز له، يسجل الصوت مع صورة ثابتة. تشوفون يعني اي صورة اخذ صورة والحين راح يسجل الصوت، هذا شيء كمان حلو. الحين راح تشوف براما سيه في الفيديو، راح نشوف الصورة يعني يشوف الصورة ويسمع الصوت، هذا شيء حلو. هذا الميزة الثانية يعني يوقف مكان التصوير ويبلش مكان الثاني، يعني راح تشوفون الحين قاعد يصور راح يخفي الإيد، راح يسويها ثابتة وراح يحرك الخيال أو الظل. راح تشوفون الحين راح يصير شيء مرة حلو، يعني شيء خرافي. تشوفون شيء مرة حلو. طبعا أكثر مؤثرات يعني أكثر الأفكت اللي عجبتني بهذا المؤثرات كلها، هذا المؤثر الدراما مرة حلو، مرة حلو بشكل. طلع الحين وش راح يسوي، راح قاعد ياخذ طبعا هو صور، الحين راح تشوفه بنفس الصورة تقدر تخلي أكثر من تدمج داخل الصورة 4 شخصيات أو 6 شخصيات. الحين راح نشوف الصورة دراما شوت. طبعا هذا الدراما شوت من افضل الافكت، قاعد تشوفون 4 شخصيات. طبعا الشيء الجديد اللي سووه يعني تقدر تلتقط الصورة بالكاميرا الخلفية والكاميرا الامامية بنفس الوقت، هذا الشيء يعطي ميزة جديدة. والكاميرا الامامية يعني تقدر تتحكم بالغلاف او الاطار لها، مثلا الاطار العادي، اطار المربع، اطار قلب الحوض، يعني اكثر من اطار. تقدر تسوي بالعكس، تقدر الكاميرا الخلفية تسويها هي بالاطار او بالعكس. ما تقدر تغير الاطار، قاعد تشوفون هذا اكثر من اطار، دائري الويندو.
اللي حبها هذه الإطار معها التاريخ، يعني أنا أشوف هذه أفضل شيء أو أحلاها أو حسب الصورة. يعني تشوفون تقدر يغير الحجم، يكبر يصغرها، هذا شيء مرة حلو يعني، يعني تكون أريحية بالجهاز، أي شيء تقدر تتحكم فيه. التقط الصورة، الصورة مرة حلوة، تشوفون هاي الصورة. الحين راح نروح للشيرينج تولز. طبعا الشيرينج تولز جروب بلاي، طبعا نسوي كرييت جروب، يعني انشاء جروب. من انشاء الجروب تقدر تشارك اصدقائك الاغاني والبيكتشر الصور والملفات والالعاب، يعني تقدر تسوي ملتي بلاير واغاني، يعني تشاركهم الاغاني نفسها، يعني يعني شيء حلو، يعني تقدر تسمع لاصدقائك تعطيهم الاغنيه نفسها بنفس الوقت، يعني يعني يصير الاغنيه 3D. طبعا الحين قاعد تشوفون لازم كل جهاز يسوي كونكت للجهاز الرئيسي والادمن. طبعا تقدر تتحكم باي هاتف راح يطلع هذه الاغنيه انت راح تشغلها تتحكم فيه. قاعد تشوفون الحين راح نروح للجروب الثاني راح يتحكم اي جهاز. طبعا هذا شوي معقد يعني ما تفهم انا كثير، يعني الا لا انت يعني تسامع اصدقائك. الشيرنج بيكتشر، طبعا الشيرنج بيكتشر تقدر تختار اي صورة تبغاها يعني تريدها يعني عشان تسوي لها شير. الحين مثلا اختاريت هذه الصورتين، هذه الصورتين اول شيء لازم تسوي كونكتد من كل جهاز. الحين راح تقدر تضيف الأسماء أو تقدر تضيف أي شيء، الكتابة مثلا كتبوا واو الكل شافوها، يعني ما تقدر تخبي سر بعد اليوم يا حبيبي. طبعا هذه الميزة الثالثة أعتقد أو الرابعة، تروح على الجلاري تشوف الحساسية. اير جيستر، طبعا اير جيستر هذه في حساسية من الهواء، بس يعني تمرر ايدك بجنب الشاشة راح يغير من صورة الى اخرى. هذه خاصية مرة حلوة يعني اضافوها لخيارات المطور، تقدر يعني تغير بالايميلز او الفيديو، يعني تقدر تغير الفيديوهات او الايميلات او اي شيء، تقدر تتصفح فيها على الفيسبوك مثلا ايدك اذا شوي فيها مي يعني، يعني ولا تسوي تاش للشاشة. طبعا شوف هذا الحل فيها، يعني بدون ما يعني تلمس الشاشة تقدر تشوف يعني مربع صغير يعني محتوى الفيديو. AirView. تقدر مثلا الأسماء المفضلة عندك بدون ما تلمس الشاشة، قاعد تشوفون بهذا الفيديو قصدي بهذه الدائرة بدون ما تلمس الشاشة عشان يطلع لك. سووا شيء جديد يعني شيء ذكي، SVU cover، يعني وين ما كان فتحة الكفر راح تطلع لك توقيت الساعة، أو إذا واحد اتصل عليك راح يطلع لك الاتصال، يعني يعني بعد ما يعني مو ولا يعني تشتري الكفر جهاز اي كفر يعجبك يكون في فتحه اسفل او بالوسط راح يطلع لك الاتصال والشاشه. طبعا هذه الخاصيه الثانيه سمارت بيس. سمارت بيس اذا تدير وجهك يعني عن الفيديو راح يتوقف. الحين راح تشوفوه، وقف الفيديو، وقف الفيديو. طبعا هذه الخاصيه تقدر تشغلها وتطفيها من خيارات المطور. الحين راح اشتغل فيديو، وقف الفيديو، اشتغل فيديو، وقف، اشتغل الفيديو يا حبيبي شغل. طبعا سامسونج واتش اون، هذه الخاصيه تقدر تعرض محتوى الجهاز او الفيديوهات او القنوات على التلفاز. طبعا اول شيء تختار اي دوله وتختار تضع الزيب كود، بعدين تكنك وتختار الفيلم اللي تريده. طبعا هذا الشيء مره حلو، يعني يعني الشيء خرافي بمعنى الكلمه. راح تتحكم بالصوت، هي راح يطلع. طبعا نعرض الفيلم على التي في، تقدر تتحكم تسوي ميوت، تقدر تغير الشانل، تقدر تغير الفوليوم الصوت.
طبعا هذا الهيلث يعني الصحة، يعني هذا للرياضيين أكثر شيء يشوفه. أنا العدائين يطلعون يركضون الصبح، بس ما أعتقد أحد يركض الصبح. أول ما يصحى من النوم يروح يروح يأكل. طبعا عندك أكثر من خيار، تقدر للركض، تقدر للأكل، السعرات الحرارية يعني تحدد نفسك بهذا الأسبوع كم أكلت. قاعد تشوفون كل مسافة قاعد يحسب له بالأمتار، أنا أعتقد وما أدري بالقدم. أسهل أو الخاصية أسهل. قاعد تشوفون عنده سكور 8214، الهدف 10,000، الحين هو وصل 8,000. قاعد تشوفون يقدر يقارن بهذه الأسابيع أي سكور أعلى شيء. وطبعا هذه الهوم سكور